متابعينا الكرام أحييكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم لقطة خالدة. لقطة اليوم نخصصها للمراوغة الشهيرة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد مدافع بايرن ميونخ بواتينغ خلال فوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة على بايرن ميونخ في لقاء جمع الفريقين عام 2015 في دوري أبطال أوروبا. مرحبا بكم. من جديد أهلا بكم. عودنا دائما البرغوث ليونيل ميسي الإطاحة بالمدافعين، فلديه مئات اللقطات من هذا النوع، لكن ما فعله ببواتينغ مدافع بايرن ميونخ خلال نصف نهائي دوري الأبطال بقميص برشلونة طبيعة الحال أخذ صدى واسعا، واندلعت موجات من السخرية على المدافع الألماني لأسابيع عديدة. وقد ربط نقاد رياضيين واقعة ميسي وبواتينغ بتصريحات ساخرة من رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ كارل هاينز بخصوص شائعات وتلميحات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان. وسئل هاينز عن احتمال تعاقد فريقه مع ميسي فرد أسطورة البافاري قائلا: ضحكت عندما اطلعت على قيمة عقد ميسي، أستطيع القول فقط هنيئا له بهذا العقد الفلكي. إبداعات ميسي الخرافية وقدراته الخارقة في التأثير على المنافسين قد تصل في بعض الأحيان إلى خلق عقد نفسية نظرا لتقنياته السريعة التي تفسر أحيانا بالاستهزاء بالمنافسين، وقد تستمر تابعات هذه العقد لسنوات كما هو بالنسبة لواقعة بواتينغ. ومن غرائب الصدف أن اللاعبان معا يجاوران حاليا أندية فرنسية، فلكم التعليق حينما يلتقيان من جديد. في أمان الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.